أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. أهلا بك يا أخي مالك. أهلا بك أخت فرحة. أخي مالك، لما بنخش على الإنترنت بنشوف بيقولك الإعجاز العلمي للقرآن في مرج البحرين، وبنشوف بيجيبوا صور لفيديوهات يعني للبحار لون مختلف عن اللون التاني، لون مثلا أزرق فاتح، لون أزرق غامق. فإيه رأيك من الناحية العلمية في الموضوع ده؟ فعلا هذا التفسير اللي حاليا البعض يقدموه على التلفزيونات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث بأن يعني مرج البحرين لا يلتقيان، وأن ما نشاهده في العين المجردة من وجود فعلا ألوان في بحرين متجاورين يدلل على أن القرآن قدم إعجاز علمي، أني قدمنا صورة أن هذا هو البحر الأول يوجد حاجز ما، وهذا هو البحر الثاني أن يوجد حاجز بين هذين البحرين. رغم أن التفاسير الأقدم لا توجد أي إشارة لهذا الشيء، ولكن دعينا نفترض أن هذا الكلام بين قوسين صحيح قاله القرآن. هل هذه الظاهرة بمعنى خارقة أم أن الظاهرة مشاهدة بالعين ومعروفة للجميع؟ مشاهدة بالعين. نعم، الكثير من الناس يذهبوا إلى بعض المناطق الخاصة ليتمتعوا بهذه الصورة. هذه الظاهرة تسمى، ترجمتها بالعربي، الملتقى، لأنه التقى مسطحين مائيين، أو بالإنجليزي كونفلوانس. الأخ المشاهد إذا ممكن بسهولة يدخل على الإنترنت ويكتب الكلمة دي ويلاحظ ويشوف أن العشرات وربما مئات الصور والفيديوهات طبعا. ولكن مع ذلك هذه ظاهرة علمية إلى أسبابها. يقول يعني لما تذهب إلى تعرفي ما هي هذه الظاهرة، يقول أن هذا السبب يوجد لديك مسطحان مائيين أو جسمين مائيين ضخمين، يمكن في بيناتهم بحيرتين، أحيانا بحيرة أو قناة بحر زاد بحيرة. فبسبب اختلاف الرواسب الموجودة في كل منطقة الرواسب هي الطحالب والرمال، فكل طرف عنده نسبة طحالب ورواسب من المختلفة. فلما بتكوني على السطح أنت بتشاهدي من بعيد أن لون مختلف. صح. في الواقع ليس لأنه يوجد حاجز، الماء تنتقل من هذا الطرف بالزبط. أو تنتقل حسب اتجاه الأمواج وبتمتزج عادي، ولكن فقط لأن الخلفية الداخلية. يعني خلينا نفترض أن هذه الطاولة هي البحر. لو نحن وضعنا في تحت هذا الزجاج قطعة من الورق بلون ما، أهو أحط قطعة من الورق مثلا، وفي هذا المكان قطعة من الورق من لون مختلف، فسوف اللون مختلف عن ده، فسوف يعطينا الانعكاس مختلف، وليس لأن يوجد حاجز بينهما. لا، ويقول أن هذه الظاهرة تكون واضحة في الأجسام الكبرى، في المسطحات المائية الكبرى، يعني ليس في الترعات الصغيرة. لا تكون ظاهرة، تكون ظاهرة موجودة في المناطق الواسعة. فأدنى هلا حاليا رح نشوف فيديو قصير ومدته دقيقة. هذا الفيديو ناس سياح بيذهبوا أحيانا لبعض عشان يصوروا المنظر، فقط هذه المنطقة يتمتعوا برؤية جميلة بالنسبة لهم من ناحية المتعة الطبيعية. هذا فيديو كثير ناس يعني حابه تاخذ مناطق مختلفة. هذا الفيديو شكرا اخي مالك. يعني انتوا شايفين، شفتوا البحر اهو. انا بطلب منكم روحوا اي بحر، اي بحر زي ما انتوا عايزين، بحر اسكندريه، بحر في اليونان، بحر في دبي بتاع، بصوا من على بعد هتلاقوا المكان ده غامق، المكان ده مش غامق، ها في حاجز بينهم. لو عمتوا شويه ودخلتوا جوه هتلاقوا هنا في طحالب وهنا ما فيش طحالب، في رواسب في الارض هي اللي بتخلي اللون كده، هو اللي عامل الحاجز ده.
لكن المية لو خدتوا حبة مية وشربتوها وحبة مية من هنا وشربتوها برضو هتطلع هي نفس الملوحة. فأرجوكم اللي بيقولوا لكم الإعجاز العلمي ده دول ناس بيضحكوا عليكم وبيبيعوا لكم الوهم، يعني ده اسمه وهم الإعجاز العلمي في القرآن. شكرا جزيلا ونشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.